Thank you.
إذا هذا هو الموقع الرسمي للعبة، نظر معي هنا. إذا نبدأ مباشرة بالتسجيل في الموقع، أنا بالضغط على ريجستر هنا. إذا ننزل الأسفل ونقوم بملء الفراغات، هنا تضع اسم الحساب، هنا بريد إلكتروني خاص بك، تعيد البريد الإلكتروني، ثم كلمة السر، تعيد كلمة السر هنا، ثم تضغط هنا حتى تصبح بهذا الشكل، ثم نضغط هنا على تسجيل. إذا بعد ذلك سوف تظهر معك هذه الرسالة تقول لك تفقد بريدك الإلكتروني لتفعيل حسابك. إذا سوف نقوم بتفعيل الحساب. إذا ندخل على gmail.com، وضع بريد إلكتروني خاص بي، ثم نضغط على سويفون. أضع كلمة السر هنا ثم ضغط على سويفون. إذا يتم الدخول. إذا بعد الدخول إلى البريد الإلكتروني سوف نجد الرسالة بهذا العنوان Origin Online، هذا هو اسم السيرفر. إذا نضغط عليه لفتح الرسالة مباشرة. إذا مباشرة يقول لك لتفعيل حسابك ضغط على هذه، وإذا نضغط عليه ننتظر. بعد ذلك ننزل لأسفل، نكتب هنا كلمة السر ونعيد كلمة السر للتأكيد على تفعيل الحساب، ثم اضغط على سبميت. في هذه كلمة السر تضع كلمة، ثم يمكنك أن تضع أحد هذه العلامات، ولا يجوز أن تضع علامات غير هذه العلامات الموجودة معك هنا. إذا أكثر مميزات هذا السيرفر أن ليس فيه بوتات، لا يوجد فيه بوتات. الإكسبيرينس هو ضرب 3 فقط، هذا يعني بأن الإكسبيرينس سيكون عالي جدا، لأن هذا مهم جدا. إذا كان مضروب مثلا إكسبيرينس 100، فسوف تطلع في الليفل بسرعة، ولن يعني لن يكون هناك استمتاع في الليفل باللعبة. أما ضرب 3 فهي متوسط وجيد جدا، ويعتبر هذا السيرفر من أفضل السيرفرات حاليا على الحاسوب، ولا يوجد منافس لهذا السيرفر. يعد أفضل السيرفر الذي يمكن أن تلعب فيه. إذا لقد دخلنا إلى حسابنا، هذا هو اسم الحساب، نقوم الآن بالذهاب إلى تحميل اللعبة. نضغط على هنا دونالد للتحميل. إذا هنا التحميل يعطيك عدة أماكن التحميل، مثلا جوجل درايف، تحميل عن طريق جوجل درايف أو عن طريق الميديا فاير أو عن طريق الميجا ثم فايل اف ام. سوف أختار الميديا فاير، هذا أفضل. نضغط على دونالد، ننتظر فتح الموقع. إذا كما ترى المساحة 1.65 جيجا فقط. نضغط هنا للتحميل مباشرة، وهكذا ثم نضغط على بدء التحميل. كل ما علينا الآن هو انتظار تحميل اللعبة. إذا بعد تحميل اللعبة سوف نجده بهذا الشكل، إذا نضغط عليه هكذا لنقوم بتثبيت اللعبة. إذا بعد ذلك تختار هنا اللغة، لدينا هنا العديد من اللغات. إذا لدينا هنا سوف نجد يمكنك أن تختار من بين العديد من اللغات، لكن لا يتوفر على اللغة العربية. سوف أختار الإنجليزية، تختار الفرنسية وأي لغة تريد. نضغط على أوكي. بعد ذلك نبدأ بتثبيت اللعبة، نضغط على نيكست، نتركها في نفس المكان، نضغط على نيكست، نضغط هنا نيكست، ثم انستال هكذا، ثم ننتظر الآن تثبيت اللعبة. إذا بعد ذلك نضغط على نيكست ثم فينيش. هكذا أصبحت لدي أيقونة اللعبة هنا، إذا نضغط عليه لفتحه مباشرة. يس هكذا. نؤكد يتم الدخول الآن. بعد الدخول الآن للعبة نضغط على ستارت هنا مباشرة، الآن يتم الدخول. ننتظر. يعجبني هذا الدرع، أوه جميل جدا. ما زلنا هي يا أوريجين هي. إذا وكذا نتم الدخول الآن إلى لعبة أوريجين، سيرفر أوريجين المشهور جدا، ولا يوجد أي سيرفر يعني مشهور مثله، وأيضا كل يعني السيرفرات الأخرى تبدو يعني تافهة وليس فيها الكثير من اللاعبين وغير ذلك. أتجه مباشرة. إذا ندخل نفس المعلومات التي سجلناها في الموقع ثم نضغط على كونكت.
وهكذا لقد سبق وأن صنعت هذه الشخصية، لأن أضغط هنا لصناعة شخصية. إذن فاللعبة فيها نظام الفاكشن، يمكنك أن تختار التشاينيز أو تختار الأوروبيين، وهذين يقاتلان فيما بينهما. إذا اخترت التشاينيز ستقاتل الأوروبيين، إذا اخترت الأوروبيين ستقاتل مع التشاينيز. إذن سوف نلقي وهي لعبة سلك رود اونلاين سلك فاتورة مباشرة. اذا هذا هو الموقع الرسمي للعبة. اذا اكثر شيء مميز في هذا الموقع الرسمي وهو انه يعني يدعم العربية كما تعلم من هنا. اذا هنا لدينا العربية، نختار هنا اللغة العربية لكي تلعب مثلا اللعبة باللغة العربية. يمكنك ايضا تختار اي لغة تريد. اذا هنا نختار هنا العربية، بعد ذلك نذهب إلى الاشتراك، اضغط هنا على الاشتراك، ونقوم بوضع البريد الالكتروني هنا لبدء في عملية التسجيل. اذا وضعت الجيميل الخاص بي، البريد الالكتروني الخاص بي هنا، ثم اضغط على انشاء حساب خاص. الان اعلن التحقق من البريد الالكتروني لاستكمال عملية التسجيل. وضعنا البريد الالكتروني الخاص بي، ثم اضغط على سيفو، ضع كلمة السر، ثم اضغط على سيفو. إذا في البريد الإلكتروني سنجد هذه الرسالة، ندخل إليها مباشرة من jumax.com، نضغط لفتح الرسالة. يقول لك هنا بالعربية أيضا نقرأ على الرابط ل يعني بداية التسجيل. إذا نضغط هنا، إذا ننتظر. إذا هنا يقول لك لقد تم تفعيل بريدك الإلكتروني بنجاح. الآن علينا إكمال هذه يعني ملء هذه البيانات، لكن قبل ذلك سوف نأتي إلى هنا ونختار مرة أخرى اللغة العربية. اذا في ملء هذه المعلومات، هنا تضع اسم الحساب الخاص بك، ثم هنا اللقب الخاص بك، ثم هنا كلمة السر، ثم إعادة كلمة نفس كلمة السر، ثم تضع علامات هنا، ثم نضغط على اقبل انشاء حسابي. يقول لك مرحبا بكم في جوي ماكس، لقد تم تسجيلك بنجاح. الان يمكن الضغط هنا لتنزيل برنامج اللعبة. اذا نضغط عليه مباشرة. اذا هذه هي مواصفات اللعبة. اشياء اخرى، دايركت اكس، هذا يساعدك على يعني تشغيل الالعاب. هذا اذا لنقوم بالتحميل. اذا الحجم هو 1.48 جيجا فقط. اذا نضغط هنا لتنزيل البرنامج. اذا نضغط على اوكي هنا، اذا يقول لك اعلن تسجيل الدخول اولا. اذا ناتي الى هنا لتسجيل الدخول، هنا نضع هنا اسم الحساب الذي سجلناه، ثم كلمة السر التي سجلناها في الموقع، ثم نضغط على تسجيل الدخول. ننتظر قليلا. اذا لقد دخلت الى قبل التحميل، نضغط هنا على موافق، ثم نضغط هنا على موافق هنا. اذا ظهرت معك هذه القائمة، هذا هو اسم يعني اللقب الخاص بك. ظهرت معك هذه القائمة، هذا يعني بانك دخلت الى الحساب الان. اذا الان فقط نضغط هنا، ثم نضغط على اوكي، ثم ننتظر. ننتظر هذا الموقع. هيا هيا ننتظر هنا. اذا يا اخيرا نظهر لنا بهذا الشكل. اذا حجمه 1.55 جيجا فقط. اذا ناتي الى هنا، نضغط هنا، ثم نضغط على دونالد. سوف نضغط على زيب لنقوم بتحميله ك ملف الوينرار. اذا نضغط هنا. اذا بقي القليل فقط، فكما نرى هنا تم تحميل 1.5، قد وصلنا الى 97%. اذا ظهرت معك هنا كتابة حمراء، هذا يعني بانه توقف التحميل، لكن لا تقوم بنزع، لا تقوم ب يعني اعادة تحميل الصفحة، لانه يعني سوف يعيد معك التحميل من الصفر. فقط اترك الصفحة كما هي، فستعيد الانترنت التحميل لوحدها بدون الحاجة الى اعادة التحميل من البداية. فقط انتظر هنا. مباشرة بعد تحميل اللعبة هنا،
سوف تنبثق لديك هذه النافذة. إذا تختار المكان الذي سوف تضع فيه اللعبة مباشرة، سواء إذا تضع فيها الملف ثم تضغط سيف هكذا. هذا ليس تحميل بل فقط نقل الملف من هنا إلى جهازك، يعني لن يستغرق طويلا. إذا بعد الانتهاء نضغط مباشرة على شو انفونظر ليفتح لنا مكان. سوف نقوم بفك الضغط عنه، إذا سوف نضغط عليه هكذا ثم نضغط على هنا ثم نضغط على فينيش ثم ننتظر فك الضغط عن الملف. إذا بعد الانتهاء سوف نقوم بناء، إذا سوف نضغط هنا دوبل كليك عليه. إذا نبدأ الآن بتثبيت هنا قليلا، ننتظر، نضغط هنا. إذا هنا يقول لك مرحبا بك في لعبة سينكرود، لكي نبدأ بتثبيت اللعبة نضغط على انستال. تختار المكان إذا كنت تريد أن تغير المكان، نتركه في نفس المكان، نضغط ستارت ويتم الآن تثبيت اللعبة. كل ما علينا القيام به هو انتظار الآن اكتمال تثبيت اللعبة. إذا هذا تثبيت عادي لا يحتاج إلى الإنترنت، فقط ننتظره. إذا بعد الانتهاء سوف يقول لك لقد تم تثبيت اللعبة، نضغط على أوكي. إذا ثم تظهر لنا الأيقونة اللعبة هنا، نضغط عليها دوبليك. أول شيء نفعله هو اختيار اللغة، إذا نضغط هنا لاختيار اللغة ونضغط هنا. إذا لدينا العربية، إذا لدينا اللغة العربية إنجليزية إسبانية. إذا نختار العربية يمكنك اختيار اللغة العربية ثم نضغط أوكي. ثم بعد ذلك إذا يتم التأكد من الملفات، اقتربنا من النهاية. إذا بعد ذلك سوف تظهر لنا هذه ستارت، نبدأ نضغط عليها للدخول مباشرة إلى اللعبة. إذا يتم الدخول الآن. إذا هنا تضع الاسم الذي سجلنا به في الموقع ثم كلمة السر التي سجلناها في الموقع. هنا تتركه كما يلي، هنا تختار السيرفر. إذا هذه هي السيرفرات الأوروبية بالأزرق، والسيرفرات الأوروبية هي التي يكون فيها العرب أكثر، لا تختار السيرفرات الأمريكية. إذا أنا اخترت باريس هذا، ثم نضغط على اتصال. إذا هنا تقوم بتأكيد على كود آخر، تقوم بصناعة كود آخر، كود يعني كود آخر عبارة عن أرقام. إذا أنا وضعت مثلا الكود هنا، أضغط على تأكيد للدخول.